تفاقم الأزمة الصحية دفع بمواطنين لشراء أدوية ومضادات حيوية لاستعمالها كبروتوكول علاجي ضد كورونا لكن دون وصفة طبية، كما يقوم آخرون بتكديسها لاستعمالها لاحقا اعتقادا منهم أنها تساعدهم في مواجهة هذا الفيروس، ذلك ما يتسبب في ندرة الأدوية وحرمان المرضى الذين هم فعلا في حاجة إليها. عندنا أدوية بسيطة جدا مثل باراسيتامول، تلقى المواطن الجزائري يدي معه 3 بوايات 4 بوايات يخبيها، واحد ما عنده حتى مرض يخاف من الكورونا يدير لوفينوكس يخبي 5 بوايات في البيت، وبعد كيجي المريض الحقيقي اللي يستحقها ما يلقاهاش، ومن بعد تلقى في التواصل الاجتماعي يكتب لك اللي يسحق لوفينوكس يتصل بيا نعطيلو، ولوغ كيجي المريض الحقيقي ما يلقاهش. ما لازمش المريض الجزائري يدي أدوية بشك يداوي نفسه، هذا انا ضده مباشره. النقابه تاعنا اتصلت مع المصنعين، المصانع تخدم 8 سوايع 3 خطرات في النهار 24 ساعه 24 ساعه كل ادويه تخدمهم، بصح ما لحقتش. تجاهل التعليمات الطبيه في استهلاك الادويه قد يتسبب في مضاعفات صحيه جراء الاستعمال العشوائي. ممتهنو الصحه يحذرون من عواقب وخيمه في حال استعمال الادويه دون استشاره الطبيب. لما يأخذ الإنسان دواء من دون وصفة، هذاك الدواء إذا كان ممكن رايح يغطي أعراض للمرض اللي راح يعاني منه، ولما يمشي للمستشفى وعن الطبيب راح يغلط الطبيب لأنه أخذ دواء اللي غطى الأعراض. كذلك الأدوية اللي تأخذ من دون وصفة ربما تغير من لما الإنسان يمشي يدير تحاليل طبية راح تغير يعني النتائج تاعها لأنه اختى أدوية من تلقاء نفسه ربما ما يشيرش لها. كذلك الأدوية ربما تؤدي إلى أمراض أخرى. التطبيب الذاتي ليس بالضرورة حلا للتصدي لكورونا، بل قد يتحول إلى نقمة على صحة الإنسان ويسبب له مضاعفات هو في غنى عنها.